يا صباحكم خير. أول شيء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل مرة أريد أجدد السلام على الصباح وانسى. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير، صباحكم الله بالخير بالرضا بالنور والسرور والعافية وكل ما يسركم. الفندق زين، نفهم المعنى، يعني ما سربجي خفيف، رقدنا رقاد عميق، هدوء، ما كأنك في نص البلاد. الفندق في نص البلاد، فندق زين، في عالم وحركة يكاد أن يكون، يعني نسبة إشغال الفندق 100%. عمر الفندق أكثر عن 70 سنة، الفندق هذا عمره أكثر من 70 سنة، مجددين كذا مرة، هي بليز مجددين كذا مرة، مبدلين الفراش كذا مرة، كان أول آخر مرة تبدل الفراش فيها قبل 15 سنة تقريبا، مش مقطم ولا بريحته مبزين، عادي مكان يعني نظيف، يعني اللي أنا أقول لكم نظيف عرفوا إنه نظيف، لكن مبشرات وين كنا، هاي البلاد شو اسمها؟ نسيت اسمها، هب وين المنتجع مثلا اللي كنا فيه اللي فوقها وين الثلوج، الفندق اللي في ماتشيشر هذا، شوفوا الفنادق هو كل شيء وله سعر، وكل نوع من الفنادق وكل موقع له سعر، لكن نسبة لأوساكا، أوساكا لأن بلد صناعي وبلد ما في أشياء وايدة، الواحد فيها عندهم سوق هني وعندهم المعبد وقصر الإمبراطور وعندهم الأكواريوم اللي صورناه البارحة، إن شاء الله قصر الإمبراطور أو المعبد أعتقد الذهبي، المعبد الذهبي يسوي معبد كامل من ذهب، عمدان وصناطوين من ذهب كامل، هذا بنيه إن شاء الله عقب ورا بكرة. الحين نحب نسير مدينة تبعد من هنا نص ساعة، فيها أماكن سياحية إلى يوم السياحة، اللي هي هالبلاد لازم يسير المكان. نحب نسير مدينة اسمها كيوتو، كيوتو تبعد عن أوساكا نص ساعة، وعقبها شيء بعد مدينة من غير بنبات اليوم في كيوتو. كيوتو فيها مزارع البامبو، فيها وردة ساكورا عندهم مفتحة وزاهبة جاهزة، يعني قبل أي منطقة اليوم بنصورها إن شاء الله إذا الله جعلنا منها، وايد أماكن سياحية جميلة. فاللي أوساكا يصير لادمي من يجي أوساكا، أوساكا بلد مال بزنس، مال أعمال، مال مصانع، معامل، فيها أشياء وايدة، ويسيرون كيوتو. كيوتو هي بلد الجمال والورود والأزهار، مزارع البامبو هاي أنا شايف إنها من متى أسمع عنها، وصلني محمد بن عبد الله، زين بن عبد الله القبيسي اللي قلت لكم، محمد بن عبد الله بن الشيب القبيسي اللي أقولكم دوم يصور ودوم ويانا في البحر، خاله نأخذه، نزيل يد محمد بن سيف بن فاضل القبيسي، فهوات من هوات التصوير في اليابان دوم، فقال لي خاله ضروري مألف كتاب بعده اللي يغوص الأعماق، ما أدري ما خلى بحر ما صار يغوصه ويصور، المراد ما بهذا الموضوع، الموضوع الله يسلمكم وصلني أزور مزارع البامبو. فتوها حينها أمينة تقول لي خال ضروري حين نروح هذا مزرعة البامبو، قلت غرب الله تعدوه بقليب، هم مخبرني من قبل وحين هي ذكرتني بالمكان، وإن شاء الله حين نحن بنتوكل على الله بنصير نزور هالأماكن كلها. واللي قصر في أوساكا، هي نعم تقصير ما كان موجود في أوساكا، ليش؟ لأن ما في شيء يرزق التصوير وبصوره، المعمل معبد، وإن شاء الله أني برويكم إياه عقب ورا بكرة ونحن رادين، على أساس نحن اليوم بنبات في شو اسمها، اليوم من بيتنا في كيوتو، ورا بكرة الثلاثة بنرد أوساكا، وبناخذ القطار هذا مثل طلقة الرصاص، قمض برج ولأنك واصل طوكيو. How long from here to Tokyo? 2 hours? 1 hour? 1.5 hours. ساعة ونص. ما يندرى كم سرعته هذا، 1000 كيلو ما أدري كم. ترين. How speed?
speed. Shinkansen is Allah, arjuk. 270. كم 270 صراحة. الله كيف عرفت؟ هو يقول شو قال؟ قال ياباني. زين فهمت له؟ يا خبير. شو بقولكم؟ المكان لا 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 تشرب يا ويلك من الله. ريوق ريقنا ريوق بوفيه. المكان فنان وقاوي وكنا ريوق بوفيه يعني بوفيهم هذا اللي تشوفونه. في من كل شيء بوفيهم. بوفيهم في من كل شيء. لكن عاد نحن واللي يوزلنا. نحن العرب اللي يوزلنا جليل. لا والله كل شيء عندهم مساكين حليلة. هذا بيض مخبوط وبيض مفيوح وهذا ما ادري كل شيء على اللي تشوفونه. هذا كل بلد وحسب ثقافته حسب اللي موجود عندهم وشو يحبون وشو ما يحبون. ها ما يبالي رمسه ما في الحاضر ملح. ها ما في الحاضر ملح. كل شيء عندهم لكن اجبان يعني مالك عذر تقول ما شيء بيعيبك. ما بلازم يسوون لك بلي بلا ليط وخمير وفلزي ومحلة وشو هذا اللي عندهم كل بلاد. حتى نحن لو شافوا ساماننا بتلوع تبودهم ما يبون. ونحن بعد كذا الأمثال كل بلد وحسب اللي هم يحطون. ها كورن فليكس اللي ما بيوز لهذاك بياكل من هذا مليوع ما حب يموت يكذب. اللي يقولك بيموت مليوع هذا كذب ريش. هذا تريق من هذا مثلا. على فكرة السياحة في هالبلاد وايد وايد عالم من كل البلاد في الدنيا وايد عالم. أكثر مكان نحن هنا في اليابان هنا في ناس وايد هالمكان وبالأخص الفندق ممزور لين عينه. لكن أتوقع أن هذا هو كله يعني هذا حمدون وهذه خلاجينة يعني شو بيسوون هذا اللي موجود يعني ما أدري شو أقولكم. لكن أعتقد المعنى واضح. عندهم زين وفنان غير أماكن مجددة وأماكن بعدها ما تجددت. واللي بيجي أبوي ما بيشتري المكان. أنت يا أبوي مسير بتجلس يوم ولا يومين في الأماكن الملكية وفي الأماكن العادية. ونحن اليوم في المكان العادي يعني مال البشر كلها. شيء وزارة فيها المكان اللي نحن فيه وشيء سفرة وشيء من كل البلاد. شو العالم من كل البلاد يعني نحن ها بخير عن الناس هاي كلها. فلذلك أتوقع إن المكان مناسب. المكان مناسب وزين عادي مبواو عادي وكل شيء عندهم زين زين. وين إبراهيم؟ صبر قول لي. نشاط ما شاء الله عليهم نشيطين والله يا ابوك من الباحة. أقولكم ولا تسمع صريخ في البلاد في الليل وانت راقد. هدوء هدوء بطريقة خيالية. ختلت ختلة يعني غير نمون الختلة اللي ختلت البارحة. ختلتي البارحية غير نمون كانت. الفندق الوحيد اللي الانترنت واللفت تعبان عندهم. الانترنت عذاب واللفت عندهم 4 لفتات واحد منهم ما يشتغل. واحد منهم ما يشتغل وثلاثة يشتغلان. والفندق فيه 500-700 غرفة ولين الحين ما ضغط عليهم. ايش صار لابس شراط قميصي. اي والله عندي بعد شراته هذا المبكر. اي والله نفس القميص. جالسين ابوي هذا موترنا جالسين تريس شناط. هذا الشباب ما شاء الله عليهم كل واحد ابوي قابل موبايله ولا الشبكه يا ابو محمد. وبعد يا ليت شيء شبكه. اي نعم. وبعد يا ليت شيء خط شبكة ما شيء. هب شبكة نت ما شيء. نت ترى على فكرة
الخطأ في النت مني أنا، ما من الشباب ولا من الفندق. النت من أول ما توصل الطار $50 أو $40 أظني، يعطونك أنليمت تجيك النت هذا أنا حاطه منه. لكن خد حق عمري ويوم يلست قالوا والله أنا حنبة يوم سرت باخذ، ولأن سيد قدامي. سيد كم أطوله؟ سيد كم أطوله؟ فخفت إن نتأخر على وحشر مواعيدهم السيارة تريانا ويلا ويلا، فما أخذت لهم على أساس اليوم مباشر، ولا أخذنا لليوم. بالنسبة للي بيون طوكيو، أنا اقتراحي مقترحي هلهم إن أكلت أنا يا أصور ما بياس أكلمك أمينة. شكرا. إنزين حراني أنا سلام مسا ما نستغنى عن أمينة. شكرا شكرا يا أمينة، جزاك الله خير. أمينة إنزين أقولهم في اعتقادي اللي بيسكن يسكن طوكيو، ومن طوكيو يصير المدن اللي غير أبعد مكان مثلا هوساكا هاي اللي نحن فيها ساعتين في القطار، ساعتين تروم تصك لين هوساكا وتحوط لين هذا منه، تروم تصير وين سال المدينة هاي اللي نحن ساري لها أمينة؟ كيوتو، وتحوط لين هذا، بغيت تبات في كيوتو تبات. شو هوساكا ما توقع أن حد يرزق أني عني ويبات فيها إلا كان للشغل ما علي. فلذلك اللي بيي لين طوكيو يبي يصير أي مكان. أمير كل ساعتين أبعد مكان كم؟ ساعتين وعشر دقائق طوكيو أوساكا، ساعتين طوكيو كيوتو، هي كيوتو الأولى. بعدين أوساكا. فتوقع أن رأي أنا صح. إلا إذا عنده شغل وناوي يقضي مثلا البلاد اللي نحنيناها أمس من الثلج هذه، شو اسمها؟ هوكايدو اللي بيصير شو اسمه؟ لا البلاد اللي ناها وين الثلج فوق؟ كويا. ايوه تويا. كويا فراشنا في الادية الاول. تويا. اي والله. انزين ابراهيم سولف ويا الرجال. خذ علومه اخباره. ما بفهم لزين. انا ابو مساع قال حرف العالم كله ما عرفته وانت ترجمت السرعه. الحين ما بتعرف له؟ كلامه طيب بالضبط. شو مقترحك انت؟ وتنام هنا ليلة. نعم. عشان أوساكا وكيوتو بس في نصف ساعة. ايه؟ اللي حابب ينام في كيوتو أو أوساكا نفسها. ايه؟ عشان كيوتو هي مرة مدينة مرة حلوة، أول شيء تراديشنال جابانيز، كمان كتير أشياء حلوة. ايه؟ بارك الله فيك. شارع المعارض ميلس، هذا شارع المعارض اللي في البحرين. حسبت أقولكم أوساكا اللي بيجي عنده بزنس ولا شغل، ما بمال فرية وتتفرج وعندك ودونك، لا يا يبوي عندك لازم في معامل ولا مصانع ولا شيء من هالقبيل، ولا انك جاي لاجل انك بسط في ها العيال تروح لأفستيل ستوديو اوف جابان كمان. هي الحق اللي بيون يعني طالعون في العاب بعد. هي الالعاب اللي هناها امس، لا وكمان الالعاب بالانفرستال ستوديو اوف جابان. هي اللي وين تغدينا انت ما شفتي، انت ما كنتي ويانا، انت كنتي في الطياره، رحنا نحن لك ما صورته، ودانا على غفله وانا نعرف لها ولا دف... هلو استوديو جابان جود يس جود. بالنسبه لرقي الفنادق في المدينه اللي نحن فيها، اللي بي المدينه هذه اللي هي هوساكا أو ساكا، اللي بي أو ساكا فنادقهم على نفس مستوى معيشتهم، يعني مستوى البلد، يعني هاي منطقة صناعية، ما بيسوون لك فنادق ملكية مثل الفنادق اللي في طوكيو مستحيل، أو الفندق اللي كنا فيه في شو اسمه اللي... لا الفندق الثاني اللي كنا ساكن فيه تويا، لا هذا فندق ملكي. الفنادق اللي نزورها حين العادية هذه هم عندهم فايف ستار. مفهوم الفايف ستار عند اليابانيين انه يعني هذا على حسب المدينة، مستوى المدينة يقيم الفندق بمستوى المدينة ومستوى الناس اللي يجون للمدينة، ان بلادهم هالنمونة تبون هاي مستوى نحن معيشتنا،
انتم هب خير عنا، ما تسكنون ما يسكنونكم في اكواخ وصنادج، لا لا يسكنونكم في اماكن خمس نجوم، لكن على مستوى البلد المدينة اللي انتم فيها، مش المستوى الفخم الامبراطوري، لا هذا كيف في الاماكن الرئيسية. اللي لازم بيزور هالبلاد يرقد في السكة، ما يرقد في السكة، لا يصبر على هذا، برغم ان هذا مبشين، يعني هذا مبشين، لكن اللي اخير عنه هذاك، لكن هذا يعني تقذر به الوقت ويقضي حيه، يقضي حيه، ولا انا غلطان امنه؟ يا رجال الله يا رجال الله يا امن. مرحبا ابراهيم، سلام عليك، مساك الله بالخير، لا بعد صبحك الله بالخير، كيف حالك؟ الحمد لله. ارفع الشتري شوي لو سمحت، ها وايد غاط، ايوه حين عدل يا نحن ما زلنا يا الله يحفظكم في اوساكا، وهذا نهر يسمونه جوكوين، النهر هذا جوكوين دور ما دار قصر الامبراطور، قصر الامبراطور هذا مقيطن كامل بزهور الساكورا اللي تشوفونها، زهور شجرة الساكورا دور ما دار القصر كامل، عمر القصر 570 سنة، قصر الامبراطور هذا، أبرويكم صورته، هذا صورته، هذا صورة القصر 570 سنة، قصر الامبراطور، مكان جميل وراقي وفنان ولا شيء شراته، وهذا من الأماكن اللي ضروري الواحد يجيها. 8 أدوار القصر هذا عبارة عن 8 أدوار اللي تشوفونه، صورتكم رويتكم صورته، لأن إذا نوصل لين داخل وايد بعيد. ها السياحة شوفون تبيس النخري، وهذا ها شوفون مال النظافة، أقولكم قميض أبوي من يشتري من هاي 40 وحدة يوديها أبوي للمصر للنيل، قميض ليت عندي بيزات فيها خير، لا تبرع ب100 وحدة من هاي ينظفن يا ابوك بحر النيل شط النيل، قميضه والله طرى علي النيل، واغمي عليك يا مصر من يهديك من هاي ال40 لـ60 حبة، لو ابيع الغالي رخيص، الله الله فيهم يا اهل الخير يستاهلون المصريين، الله الله فيهم، الله الله فيهم، لكن تكون اداره الشركه اللي بتنظف النيل من خارج مصر، اي نعم هذا الشرط، انا ما عندي مشكله بتبرع اذا الله رزقني، لكن بخلي الاداره من خارج مصر، كان يبون اي نعم. مكان في منتهى الروعة، يعلى الله يسعدهم في بلادهم ويهنيهم تبارك الرحمن. لأن الحين هذا ذينا لقطنا هالمجسم هذا تشوفونه، هذا القصر اللي تشوفونه، وهاي السفن اللي تاخذك جولة دور مدار القصر، وهذا التخطيط مال القصر كامل. بنحاول الحين ندخل داخل إذا قدرنا نصور. شوف الأحجار 500 سنة وهو واجف مرة ولا أول، ها شو قاعد بنيانهم، منو شو قال هالحصة كلها، منو جلب هالدنيا كلها، ها شو سواح، لا في أشياء فيها أشياء، هم الأشياء اللي وايد ضروري الواحد يجيها يوم بيجيها البلاد. ها الساكورا اللي يصيحون الساكورا والساكورا، ها هذا عاد الحين متها أيام معدودة وفجأة يصير ويختفي، يظهر ورق مكانه، هذه من السفن التقليدية اللي تدور دور مدار القصر، وهذا القصر، ها رمنا ندخل لين داخل، عمره كم سنة قلتي لي؟ 570 سنة عمره، 570 سنة هالقصر مال الامبراطور، شيء جميل ياخذ العقل. ها شوف العالم هناك قاضين سيل، مسموح زيارة القصر، مسموح ترى زيارة القصر، كان نحب وما برر ندخل لين داخل، وهذا هذا القطار اللي تشوفونه يلف بالعالم دور مدار القصر، وهاك شيء على الساكورا، ها شوفوا شيء جميل ياخذ العقل. هاي السفينة التقليدية اللي خبرتكم عنها، شوف العالم فوق، أمة لا إله إلا الله، هاي الساكورا اللي خبرتكم عنها، شوف العالم حينه
لكن في زارع اكبر مساحه كبيره، لكن نحن نتقدم الفرصه هاي اصبر لكم لو شويونه. وهاي هم ماكلت اللي كبدي. يلا ويلا 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 عشان هم عندهم احترام التوقيت. التوقيت عندهم وايد شيء مقدس. تاخير اي لحظه بياكلوا لها كبده عسب البرنامج وهي زايغ. يا خيلي تغري ويا خيلي تسرع عجيل تحرى عندها رالي. يلا جرر يلا مشي بسرعة. هيو هيو الحين أنت البطيئة مش أنا. شوفوا إلا الله يستر عليها. والله هاي من حرمة وايد زينة. هاي من الأشياء اللي أنا فرحت بمعرفتها فيها البلاد. حرمة ستير في كل زاوية. شوفون هالبنيان اللي الحين أرويكم إياه هذا، في كل زاوية من زوايا القصر شيء. نحن عندنا يسمونها بروي البري، البرج أبراج القصر دور مدارة لحمايته. هاي لا هاي على هالنمونة، على تكاليف البرج لكنه مبري، على تكاليف البري لكنه مبري، على كل زوايا القصر. ها وهذا بعد واحد. ها شوفوا هذا يحرسوا الحراسة، حراسة القصر. نحن أربعة بروج على كل قصر. القصور التقليدية اللي في دولة الإمارات في أربعة أو شيء ستة على هو على هم على ما هم سجل في دولة الإمارات وفي العالم العربي والإسلامي. يعني غير عندهم غير عندهم بدال البري حاطين بنيان. إبراهيم ودر التليفون لو سمحت ممكن. كل العرب زعلانة يقولون أبو إبراهيم ساير أبوي ليش جاب التليفون. معقول يعني ما جاب التليفون؟ أي شو هذا شو يسمونه هذا الحين؟ تقرأ شوية الإيميلات تقرأ هي صورة الرحمن. والله إيميلات الدوام يا رك الله يا رك الله يا رك الله. وطرش الصور حق لها الجروب لها في خاطري أصدق كذا كم إبراهيم؟ والله لا أصدق حبيبي. والله والله أحلف والله العظيم. آه من حلفي على ما حلفي وبس. استغفر الله العظيم. كل جسورهم الجسور كلها مسويها حائط باللوري. الجسور في اليابان طويلة بالعشرات الكيلومترات. هالجسور ها شوفوهن كلهن مسوي لهن حائط باللوري. وهلا تشوفون بعد قسم حائط باللوري بالنوني باللوري وقسم مال الأشعة مال شو اسمه مال الطاقة الشمسية. هذا ليش؟ حسب ما يوصل الصوت الضوضاء للسيائير اللي عقب. صوت الإزعاج هاو زنة السيائير. شوف شوف تفكيرهم كيف مفكرين في الناس. يعني راحة الإنسان شيء غريب عندهم. يحبون الناس تكون كلها هادية وتعيش بخير وسهال وسلام. ما يحبون الإزعاج. شوف شو حطوا حائط باللوري صار فين عليه مليارات المليارات علشان بس على اساس ان اللي في سيائير اللي من غير ما ينزعجون من صوت الاطارات وهي ماشيه على الجسر. تمتاز اليابان في جسورها المعلقه هاي الكبيره اللي عشرات الكيلومترات اطوالها. يحطون مصفي او مثل الفلتر على طول الجسور. شو السبب؟ الفلتر هذا كاتم صوت على اساس الناس اللي ساكنه تحت الجسور وبالقرب من الجسور ما توصلهم الضوضاء، ضوضاء السيائير وحشرة التن. وايد ضروري كل يعرف المعلومة. شوف لأي درجة يحاتون شعور السكان وحتى أساس ما ينزعج اللي في السيارة اللي وراء. حين صوت السيائير مرة اللي في السيارة هاي ما يسمع أي صوت خارجي. هلو هلو اسكيوز مي هلو لوك هير يا الله منك. What's his name? This. Daini Hansi Highway. Daini Hansi Highway. Yes. هذا أبو الجسر معلق هايوي اللي تشوفونه نحن نمشي عليه. كل الشارع هذا بطوله وعرضه حاطين فلاتر. هاي اللي على اليسار ألواح بلورية وعلى اليمين فلاتر. هذا على أساس يحافظون على الناس اللي ساكنة في القرب من الجسور هاي الممتدة عشرات الكيلومترات من الضوضاء، ضوضاء السيائير. شوف لأي درجة في اليابان ما يحبون أن يزعجون اللي في السيائر. نحن في السيارة ما نسمع صوت السيارة اللي قدامنا كأنه مخفي. شو السبب؟ الألواح اللي عليها الفلاتر كاتم للصوت.
ما حد يزعج. هذا الشيء وايد جميل يدل على أدبهم وأخلاقهم اليابانيين ومراعاة شعور الزائر والسائح وكل من يوصل هالبلاد. شوف هذا هاي الماركة هايج بناسونيك. شو بقولكم كلها معامل. كم خطفنا الكمارة متصور كذا رن كم بس تصور مالكنديشنات الثلاجات كلها بوي من هالبلاد. كل اللي عندكم كل بوي من اليابان أوساكا صح ها؟ مال الكنديشنات الثلاجات الدفايات الغسالات كل بوي أي شيء ياباني كل من أوساكا يا رحم الله. كل هالدنيا مصانع كلها مصانع يا رابين وين الشي يا رسوى ظليل يا رك الله يا رك الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم يعني الله يحفظك. هذا السلام عليكم عاملة كيف حالك ما سمحت نسبة للي يردون يسألون عن أسامي الفنادق. أنا عمدا ما أحط أسامي الفنادق وقاصد أني ما أحط أسامي الفنادق علشان ما يستوي خطأ اللي يبغي أي شيء من الفنادق عندهم نور ترافل أجنسي هذه اللي أنا جاي حين عن طريقهم هم اللي يظهرون أسعار خاصة للفنادق وللطيران وللسيائير وللقطارات ويسهلون للزائر كل شيء. يبون جليس للأولاد جليسة أطفال يبون جليسة لكبار السن للي عنده ويلتشير لكل شيء يخص السائح هم مسؤولين عنه قدام الحكومة اليابانية. فلذلك عمدا أنا ما أحط أسامي الفنادق وإن حطيتك وإن حطيت بالغلط أو ديب التصوير بالغلط لأن الشركة هي مسؤولة عن الحجوزات. على هالأساس أنا تلقطني ما أحط اسم الفندق لأن اسم الفندق مش مهم. المهم اسم الشركة واللي هي عضو في هيئة شو اسمه وزارة السياحة اليابانية يعني معترف فيها قانونا هي تبع الشيء هذا. أي شركة ثانية غير مسجلة في السياحة اليابانية ما في ما عنك ناشد ما عليها لا تأمين ولا إنشورنس ولا ضمان ولا مصداقية ولا شيء صح يعني. فلذلك لازم يوتب الشيء تأخذه من الرأس. فليش تتلف وتأخذ وين أدري قال هذه ها يا رك الله بسم الله عليك الرحمن الرحيم بسم الله عليك يعني الله يحرك يا إبراهيم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك يا آمنة بارك الله فيك. شكرا على هالمعلومات الثمينة. نحن وين سايرين؟ وصلنا الله يحفظكم المعبد الذهبي لكن بعد ما وصلنا داخل الحين نحن سايرين باتجاه المعبد هذا. وصلنا وهالعالم كلها بوي سايرين للمعبد هذا وجهه عالمي العالم كلها فيها كل العالم هل تشوفونهم سايرين يزورون المعبد يتفرجون يطمشون على شيء عمره أكثر عن 500 سنة شيء عمره 500 سنة ما كان وما زال موجود بنفس طبيعته وما حد يجي هالمدينة كيوتو إلا يجي طالع هالمعبد ضروري اللي يجي ما يستوي عبارة ما كأنك يجي. هذا تبع الجيش ساموراي مالهم روحهم. هذا المكان عمره 500 وشيء سنة هذا التعليم الأول ليش أول ما ترى الأول ما شيء لا مدافع ولا شياته عندهم طريقة مبارزة مال الساموراي مالهم. فهذا مكانهم من هاي السنين لين اليوم وتام مكانه. شو العالم كلها جاية على أساس تزور هالمعبد سيدات خلق الله ما خلق. مرتبين مرتبين رقم واحد ترتيبهم وسلسين في الدخول والخروج. أول ما تدخلها تطوك بوي فتير بما يختص في المعبد ما هذا المدخل أول ما تدخل
شو الترتيب؟ أعطي هالعسكر حد يقولكم لفوا يمين حد يقول لفوا يسار. وأنت تمشي وأنت تمشي لين ها. سوري. هذا هو على الله يحفظكم المعبد الذهبي في كيوتو. كيوتو اللي ييها ضروري أهم وجهة. شو العالم هاي كلها بوياي عسب شو تشوف المعبد هذا. المعبد هذا عمره 610 سنين وهو مسجل في اليونسكو كتراث ثقافي عالمي كامل من الذهب. هاللي تشوفونه كامل معبد كامل بزم وعراه من الذهب عمره 610 سنين ومسافة طريق من طوكيو لين المكان هذا ساعتين بالقطار ساعتين يجيبك لين هالمعبد اللي في نص هالحديقة اللي تاخر العقل. مكان جميل واللي يجي طوكيو لازم يجي كيوتو واللي يجي كيوتو ضروري يجي هالموقع موقع ياخذ العقل. معبد كنتا كوجي اسمه معبد كنتا كوجي أمة ثقلين جايتنهم. ها شباب شو الأخبار؟ طيب الله يسلمك يا سلام يا سلام يا سلام. شوف العالم والله عليكم مكان ولا أروع. هي والله معبد ولا أروع بعد. هي والله اللي هالمكان ولا يطالع هالمعبد يتفرج هذا روحه نمونه. هذا الوجود في هالمكان روحه شيء يسجل وينحط في التاريخ. تشوفونها كيوتو هي عاصمة اليابان القديمة من الأساس. هذه عاصمة اليابان أخلاف أبوي غيروا الوجهة من كيوتو إلى طوكيو تغير وجهة العاصمة. العاصمة كانت كيوتو وأخلاف أبوي جلبوها لين طوكيو. أرضهم هلا تشوفونه كله مبزراعة كله شرات الشبع شرات الشبه وهو ما بشبه شرات يوم يقول لك والله الدنيا مشبيه هذا ما بحشيش غير انه ما تشوف شراته هنا اللي بيشوفه من بعيد بيتحراه حشيش ولا شياته لا وين ما بتشبي الدنيا لازم بتشبي. سبحانك يا رب العالمين. انت ماشي على طول وعرض الحديقه فيها وايد اشياء مباني ما بوب بعد اشرح الدنيا كلها واللي لفت الانتباه بمال الهدايا التذكارية عندهم وايدة في كل كورنر وكل مكان على ما تشوف العالم أمة التقاليد أمم جاي تطالع الأماكن. ها شو تسوي؟ ها شوف أشياء غريبة عجيبة عندهم وهم شيء نظليت ربعي. وانت ماشي كل الفوي اللي يبيعون سامانهم روحهم خيبة. شيء جميل انك تصير تشوف ثقافات البلدان تعرف شو عندهم شو ما عندهم شيء جميل. واللي يعزل لي انا في الوضع انه شيء من التاريخ تاريخ اللي موجود الحين هذا ملموس باليد مش تمثيل او على انقاض او كان متحف لا هذا هو من هالكثر سنه محافظ عليه وموجود. الحين نحن الله يحفظكم بالاتجاه سايرين وين؟ سايرين مزرعه البامبو مزرعه كامله بامبو. هالعالم كلها من اهم الاشياء اللي بتزورها انت يا السائح في زياره مزرعه البامبو الأخضر. في ترى بامبو لونه أصفر لا بامبو لونه شيء رصاصي وأحسن واحد وأجملهن هو البامبو اللي لونه أخضر.
هذا الباب الله يحفظكم يظهرك من المعبد، وين المعبد اللي كنا فيه يظهرك على هالمكان. هذا المكان ابوي يظهرك جدا يوديك على حديقة البامبو، هذا الممر، فمتواصل ببعضه، مش إن شيء بعيد عن شيء. من المعبد إلى حديقة البامبو، وخلاف يجيك السوق، السوق التقليدي مالهم. فنحن هاي عنوتنا لهالثلاث الأماكن، وإن شاء الله بنوافيكم بالمستجدات إن الله رد. تربتهم كيف؟ شو تربتهم؟ شو تربتهم كيف؟ وين ما بيظهر عندهم البامبو، يظهر عندهم البامبو، يظهر عندهم الزعفران، يظهر عند هذا البامبو اللي نطريه. شفتوا لونه اخضر. الحين نحن هالطريق يودينا لين الباركن مالنا، خلصنا من البارك بركب سيارتنا يكون 10 دقائق من عقب هالمشوار، من هالطريق يودينا على مزرعه البامبو. لازم سياره، انا تحريت مشاي طلع. لا هذا اول ما تيك الرجال يبيع هذا. هلو هاو ار يو؟ ام جود ثانك يو فيري ماتش. اكرا ابوي ما ياكلون هالكثر وحده طعوم. والله العظيم ان هاي ثاني وحده يا رجال، فضحتنا في العرب. هذا كله حبوب. لا تاكل انت شو تبغى؟ كلك حديد نعيم. ما يروم ياكل قبلي؟ هالخلوق ابوي قاضي سيدات حسب الاسكريم. هذا اكل اسكريم. تهلعنا ابوي على هالاسكريم، قال ما ابغى اخليه يفوتنا. لا ابوي لا يفوتنا ولا شيء ياكل. دام من اللي واصلين طعمنا. ابراهيم انت ما تبي ايسكريم صح؟ لا ابا كيف ما ابا؟ ليش ابراهيم؟ عشقي الاول والاخير هذا الايسكريم. بعدين برد على فلان يا ابوك من هالمشي. كيف تجي؟ اخذنا ابوي من هذا المكس 1000؟ 1000 ها 750 اي اصبر عاد علي. انا فرين قلت لك 1000 انا كاش اونلي كاش اونلي. وين يقول لك 1000 كم؟ ها 2000 انزين هاو ماتش يو وانت؟ اوكي الله يعافيك. وها صورتك ايس كريم، شو جالس تسوي؟ شفتين غرا؟ صور ما عيبها. ما لا 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 ما بمسح والله ما مسحته. الله يخليك. الله يرحم والدينا ووالديك. تقولي لا 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 والله ما مسحته، والله ما مسحته. لو بيظهر قرن في خمرة راسك، والله لو بيظهر قرن في خمرة راسك ما مسحته. هي متروع مديرها. ما يعلي يضرب عاسك يا علي، يضرب عوق يتعايب بلا طبع، ما بيقول يقول لك شيء ولا شيء. يا رك الله يا امير. اسمي قاوي هالايس كريم، هذا الخضر هي والله، هذا الخضر جرين تي، والثاني اظني فانيلا. لكن غير عن اشارات الايس كريم هذا بو بسكوت اللي الاول يبيعونه اللي يحطوه بالسيايير، هذا من عيب لي في لندن يبيعونه في هايد بارك. رقم في طرف السلع الربانة هاي السيارة اللي عندها الهايد بارك، وين الجسر وين البط؟ أحسن ايس كريم في الدنيا هناك، رخيص قنبو عبود، لكن وايد فنان. مشكورة والله جزيكي كل خير. الحمد لله. حبيب. أم ثاني هاي آمنة من اليابان. وانتي حبيبتي الله يحفظك يا رب، مشكورة على رسائلك. وانتي كمان وجاتك. الله يحب أحبك الله زي ما أحبتيني انتي. الله ان شاء الله. مرحبا بك انتي. شكرا. إذا كتب أمه وديها ليوة مشكور. ليوة بثاني أم ثاني تبي تود تبي تبي تشوف ليوة. بتودي شكرا إلك ويجازيك الله كل خير. الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظك يا رب.
مشكورة مشكورة والله دمعتي حتنزل من الفرحة. شكرا لك. الله يحفظك. مرحبا مرحبا بأم ثاني، سلام عليك. يا مرحبا يا مرحبا شاهي أبو محمد. الله يرحبك على فضل يا أم ثاني. إيش حالك؟ أنا رقم واحد ولا أشكو من باس. يا سلام. تبني يا سطالح أخويا متنتوين الفارحين عند المصارعين. تبني يا سطالح أخويا. عام البارحة اليوم خذ من يدي ويدي. تبني بارحة الحين العين ما المصارعين ما شفتوا اليوم شفتوا الحين. زيد سوي سلم على البنيات والعيال وثاني وإخوانه والجماعة وعيالهم. جزاك الله خير يا أبو محمد، جزاك الله خير، الله يحفظك يا رب ويبارك فيك إن شاء الله. رد السلام لا خليت منك. ثاني سلمي على الإلهام لي فاطمة. سلام نبلغ اليوم بتجيني بالبحر بس جاي عندي. قولي والله. والله. يا سعد حظك يا سعد حظك يا سعد حظها هي بشوفك بعد. اليوم بتشوف غدانا قبوب بسوي قبوب اليوم بتشوف غدانا. واغمي طرشوا لي أقول طرشوا لي على الواتساب زينة. انت ايش قلت انا ضايفتني من مليون سنه وانت تتابعيني من ثلاث سنين ايش قال ضايفتني اليوم ضايفتني اتابعك اتابعك بس انت ما تشوف السنابي انا حطيتك على السنابي انا ما عارف ادخل اخر يوم ادخل هي زين سويتي رد السلام على العيال الكبار انت تشوف السنابي اقول لك فاضم ام ثاني اقول لك ترشي لي فيديو مال يوم تاكلون القبقوب وخلي فاطمه ترمس ان شاء الله ان شاء الله ما يهمك يلا في داعي سلمون عليك شباب قوم الصليطي وابراهيم توفيج الله يسلمهم ويسلم رياض السلام اي والله فنانين يا سلمني عليه ويحافظ عليه وحينه والله انه يا سلم يسمعون بندور لهم حريم هذا بندور له حرمه وانت ما شاء بنيوزهم قال عامله كان عنده خوات يوز وانت خوات عامله بعد خوات عامله الله كريم رد السلام قناتي هلو هاو ار يو جود فروم يونايتد عرب اميريتس ثانك يو ثانك يو ثانك يو ابوي شجر بزرعه شجر البامبو خلي تشوفون عمرها المزرعة تقريبا 794 سنة 794 سنة عمرها هذه شجرة البامبو يوصل ارتفاعها إلى 12 متر وهي الصناعات اللي سووا كل شيء يستغل من البامبو ها. كل شيء من البامبو ها. كل شيء عندهم مكاشهم سراريدهم جفرانهم كل شيء من كتية البامبو العوب مال يحال بامب ما أدري شو مطارج حافظات أقلام حافظات أوراق كل شيء من خشب البامبو هلو وعيانهم هلو حليلها ما يدرون شو قالت لك بعد حليلها عشر متر الارتفاع 12 هاي لا لا اظني اكثر ما اظني 12 عامنة انت متاكده 12 ما اعتقد 12 بارك الله فيكم نحن في مدينه اوكيوتو اوكيوتو تبعد من طوكيو ما يقارب ساعتين بالقطار السريع ونحن حاليا في مزرعه اسمها اراشيما وهي اكبر مزرعه بامبو في العالم أكبر مزرعة بامبو في العالم وعمرها يزيد عن 794 سنة 794 سنة ويمتاز شجر البامبو اللي موجود في المنطقة هذه اللي هي كيوتو ارتفاعه يصل إلى 16 إلى 14 متر ارتفاعه ومن أجمل حدائق العالم تميزا في زراعة البامبو زراعة البامبو البامبو مالها قطرة يصل إلى 6 إنش
ما يقارب 6 إنش القطر البامبو، ويستغل في صناعة التقليدية للفراش والأثاث، الكل شيء عندهم. سبحانك يا رب، شيء غريب عجيب منظر، سبحان الله. أظني هو الجنة، البامبو هو الجنة أتوقع، ولا الجنة ظنكم غير؟ الجنة، الجنة والبامبو واحد، يمكن باللغة العربية الفصحى بامبو، باللهجة الإماراتية جنة. شو هذا قطرها كم؟ سبحانك يا رب، اللهم لك الحمد. مزارع ما ينقص، ما ينقص أولها من آخرها، كلها بامبو. هل تشوفونها؟ كل هذا بامبو. هاي البيوت عاد القديمة، هاي البنيان الأولي اللي من مئات السنين، اللي من مئات السنين. شوف شوف شيارها بسكايل. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، شيء غريب عجيب. يا رك الله حليلهم حليلهم، عندهم ترى الشغلة هذه. هلو حليلهم الشغلة هذا يا اللوادم بالركشة هذه، ها شيء عندهم التراث التقليدي، شيء يعني تفاخروبة، شيء جميل عندهم. ما يدخل واحد مليون دورة ودورة ياخذ جميع الدورات ياخذ لين يوصل المرحلة هذه. ها شوفوا، ها طريقة ترتيبهم للمواضيع والأشياء غريبة عجيبة. ها شو هكذا تشوفونه، ها مصانع البامبو، ها معمل، معمل مال البامبو. ها بعد لون ثاني، شيء لون خضر، شيء لون أصفر، على حسب النوع. سبحانك يا رب. هذا ها مسوين حياب دور ما دار البيت من البامبو، حياب مسوي له حليل. هاي اللمة ظني ويا بناته، يا بثلاث بنات كل انتم كانهن. هاي تلم هلو غرب الهن الله صلي. هاي شات سكورة هذا بعدها توها بادي الزهر هذه. الله يحفظكم، نحن الحين موديني لأزور أقدم مصنع نسيج سجاد عندهم في كيوتو. المصنع طريقة خدمتهم للزل بالطريقة التقليدية المتوارثة. الحين الأول كانوا يصنعون زل للمعابد وللأضرحة مالتهم، للأشياء اختصاصهم بديانتهم. الحين جلبوا يخدمون زل للمسلمين وسجاد سيايد الصلاة، سيايد الصلاة. الحين سووا الحكومة اليابانية سوت اختصاص فرع في المصنع هذا فقط لسجادات سيايد الصلاة، سيايد الصلاة للمسلمين فقط لا غير. يعني شيء جميل لفت من الحكومة اليابانية أن تخص المصنع هذا أنهم يخدمون سجايد الصلاة بالطريقة طريقة تركيب الخيوط. ها بيدي حنشو هذا هد بريسن بهالطريقة، هاي الطريقة التقليدية القديمة، مش المكينة روحها تسف وتخدم، لا هذا روحها يصف الخيوط، الخيط بخيطة، الخيط بخيطة. Thank you. سبحانك يا رب، علم الإنسان ما لم يعلم. ألوان عديدة. خلاص عبد صوركم اللي فوق. هذا بعد ألوان مخيب. كله هدوء. خيبة. شوف مضعفة. Very narrow. اوكي ثانك يو. وين المكان ضيق، لا تكفون بشيء من المكاين. اللي اشتغلان حريم
شو الهدوء؟ شو؟ 16 سنة. كوريشيوا. وين الدراي؟ شو؟ الكور كم مكبرة ها؟ اللي يشوفونا حين يخدمونا هذا من السجاد الحرير خاص للمعابد مالهم. الطريقة التقليدية مش مال المصانع اللي كله أوتوماتيك لا هاي تنقى الكرفي كل هذب روحه بيديه توقعون اني بخط عن هالدري كلهن وما بصور الحبيب لا يا ابوي انت روحه عازلين على يم فوق التل عن يبتل روحه ما ابويا الباديات الالوان البادية مميز ابوي مميز من يوم يوم كنت مميز بارك الله فيك يا البنفسج روح ابوي الملكي عازل عمره وطالع الوادم ابوي بعين نقمة ولا مفتكر بجميع الالوان برغم من كل الغاويات لكن المميز مميز ترى ملكي ابوي ملكي الملكي روحه عازل عمره ها البرب اللي حافظ عليك يا البرب وهاي ابوي المكينة كاملة ما يخصها بأي شيء ما شيء إلا البالون بنفسج أقولكم ملك الألوان في كل شيء يكون الرئيس البنفسج والباجي يعني إشارات الوصيفات اللون الوتر الضروري الملكة كل ملكة وياها وصيفة وعين باجي الألوان كلهن أبوي حالهن حال الوصيفة لكن المول على البنفسج لا اله الا الله سبحانك يا رب اسميك البنفسج ممثل ذو يشوفونها ابوي 65 سنه حلو زاغت عمرها 65 سنه وطالع تتخدم هاي غزلها ابوي غزلها ابوي حرير 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 ياباني حرير حرير على مطلوب هرم يا سلام تسلم طالع الهدوم من وين فيه ها من فوق من فوق ها سبحانك يا رب أنت الإنسان ما لا يملك كم ياخذ الوقت الخيط بخيط الهدب بهدب الهدب بهدب والكيران من فوق كورة بكورة شيء من فوق شيء على يم وانت سايق أقدم مصنع نسيج في كيوتو في اليابان أقدم مصنع نسيج وهاي أبو الحرمة عمرها 65 سنة وخدمتها على التقونة هذا أبوي زل زل منه للمعابد ومن السيايد الصلاة ومن الكتبص ومن يعني أقدم مصنع سجاد موجود في جنسية كيوتو الطريقة التقليدية مش طريقة المكاين طريقة المكاين كل دقيقة ينتجون 40 زي من هاي والأربعين سيادة هذا لا كل سجادة منها تأخذ يومين وثلاثة شوفوا هدبة هدبة عمر المصنع ما يقارب 75 سنة عمره ما يقارب 75 سنة دقيقة صنعها تازم مركوزة لين تخلص والله شيء جميل الأشياء الغالية اللي عندهم شو السبب؟ هاي تيديو صورنا أمسات هاد زي مال عرايس مالهم هم اللي يصنعونه شوف من الحرير يا ربي من عمر قاعد شوف خلاجين هالخلاجين البرتغاليات مالات البودة ها. هاي سيادة صلاة لا مجملها شيء جميل ها من حرير ها
يلا على شيء في صليج عيبني انا هذا توجهت الحكومه اليابانيه للخدمه هذه مخصوص للمسلمين امر من الحكومه اليابانيه هاي هذه ولا هذه ما زين هاي اللي نروح تسوالها ساويه كل وحده تختلف عن الثانيه هذا ظهرها والله ولا وحده حالها حال الثانيه هاي بزهره السكوره مالهم سبحانك يا رب ها اربع المواسم هاي للاربع المواسم للزهور اليابانيه اسعار السيايد الصلاه هاي على $800 الوحده ب 800 سعرها $800 يعني هاي يقتنون هنا كي يعني شيء جميل انه يعني انا ما ادري على شو الحكم فيه لكن الله اعلم لكن انا اشوفها شيء جميل يعني هل انه ما يخصني من ناحيه دينيه لكن شيء جميل انا اللي اشوفها شيء جميل كصناعه حرفيه ويكرسون خدمتهم مسوين شيء للمسلمين يسوون شيء للمسلمين وخدمه يد ما بخدمه مكاين خدمة يد وشيء جميل وياخذ العقل يسدك اللون انت يسدك اللون ما زينه ضحك الاسعار تختلف اللي بالجمله غير عن اللي بالحبه يعني فهذا الاتفاق مع الشركه روحها يعني لكن ما اعرف كيف لكن اتوقع كل هذا ابوي عن طريق ابوي نوره ترافل هذه وهذا ها هاي ابوي هم الموظفين عند شركه نوره ترافل وهم ابوي اللي يعرفون كيف بلا كم في اسمايل اسمايل تشيز ثانك يو ما قلت ما بتشيز البارحه وانت تلف عيش رايس 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 اصبحت قلت والله بتصبح الصبح بارم اصبح بخير وسهاله متريج عيش ها ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو فيري ماتش ها ها بعيد بعيد عن ابو احمد انت ايه يا ويلك هاي امنه بنتي ايوه هل الكتابه اليابانيه كانجي شوف مطروزه هل توها توهم خدوم هذه خدمة طاقة ما شاء الله عليها يا الله لا عزمتي أمنات thank you لا عزمتي أمنات لا عزمتي أمنات what's your name name hello hello your no هي ما أدري ها شو تقولين قلت بقى تخبرها عن اسمها ما قطعت تخبرني اسمها إيتو إيتو مندس thank you ساندس حليها السيدة حليها الجناس اللي عندهم هذا اللي تشوفونه وهذا كل ابوي خدمتهم روحهم هم اللي يخدمون خلق هذا شيء بالحرير all of them silk here ها هذا كل حرير كل حرير خدمتهم روحهم خدمة اليابان روحهم فلذلك يكون على فكرة ما برخيص ما بمن هذا ما سير بجي لا شيء بقلة الثمان لأن هذا خدمة الحرير الياباني اليدوي ومتعارف عليه من آلاف السنين هذا الزغلي اللي يبونه مكود مال ليلام لا, لا لا كل شيء ولا شيء أسوي لك السجرات هاي اللي عندي عندي أنا؟ في مكان المصري لا شو اسمه هو؟ رجب وين تعرفين انت يا رجب؟ اشوف فيك على النخل خمس استبشار لا
ياسمين خالد ما عاد فيه عندي بيضة وصباح شاكورة البيضة والبنفسجي. مرة تعامل معك ظهرتي لقرون خلى ابوي كيف سلامنا؟ ما عاد مش يشوفني بعرفه ما يحبنيش مش يقول لك نرتاح منها البنت شو قال؟ لقرون شو؟ الله يخليك نو والله لا والله حبكي والله 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 حبكي الحين ما عندك ما لا لا ما بيعرف احنا هو بيرسل راه وخبنا نحن كل سناب يتابعه ما يقدر لا 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 هاي كلها بوي مياه من الثلوج كلها بوي مياه الثلوج وهذا بوي السكورة على ما تشوفونها على مد النظر قف شوفوا هاللي مبتحن من عمره يا ريال يا ريال اذكر الله شوف 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 المكان مازين يكاد أن ينطق يكاد أن ينطق سبحانك يا رب العالمين شوف المكان مازين يحافظ على هالنهار وهذه يطرح السكورة والسكورة هاي أبوي السكورة توها بادية الحينة بتستمر تقريبا أسبوعين نهايتها من الظهر الورق روحها ورقها الأشيرة خلاص ابتدأ الورد يحل سبحان رب الخالج لها وهذا أنا وهذا الجماعة وراي طيب إبراهيم وين وحين جدام بنرويكم بعد هلو هاي كيف حال هاو ار يو جود اي لايك يور تي شيرت فيري جود وير دو يو كم فروم نايس تو ميت يو وي ار فروم يونايتد عرب اميريتس ثانك يو هلو وات دي كول ذا نيم اوف ذس وان ها الكتريك يوني سايكل Electric unicycle. Very good. I need you to teach my friend how to use it. Broken. Yes. والله. وحليله. حليله. Thank you very much, friend. Thank you. Nice to meet you. تعرف إبراهيم؟ لا. السلاطين يبوا تم فوق الجسر هذاك اللي هناك. وين شرت سكورة هاي ما رام يمشي قال ابوي ترياكم في السيارة ونحن ابوي مشينا من فوق لين فوق لين فوق نزل ابوي الحين هلا ما تشوفون سايرين وين نسجل نصور الشلالات اللي هناك شو هاي يوم شو المياه الثلج وينتي تغذي ابوي النهار وهي ماشية كل مكان مصاب كل مكان مصاب ها سبحانك يا رب الله احمد بهنا احفظها من الزوال يا رب العالمين وترزقنا الجنة ليبرك عن كل شيء قولي آمين عاد انت قولي آمين انا ابوه شوف الله عليكم النهر هذا مصفاه على مد النظر هذه البيوت التقليدية وين ما تصير في كنتي يا كيوتو البيوت التقليدية على ضفاف النهر هذا نهر كيوتو هذا اللي ييب العالم ييب الناس هذا ابوي الثلج من يسيح دفقت مياهته كلها في النهر هذا نهر كنت يا كيوتو وهاي بوي أزهار السكورة على اليمين على اليمين واليسار وين مصد وهالشلالات شلالات بوي نهر كيوتو شيء جميل ياخذ العقل طبيعة تاخذ العقل شيء سبحانك يا رب العالمين سبحانك يا رب شيء جميل لا صار ولا استوى سبحانك يا رب
خرب الله إبراهيم. ها ها وين بيسمعني حق الصد عاده الله ولا بيسمعني عشان ما يتكون شو بيسوي ترى هو عيز من الوقفة فقير اسميها بلاد اسميها بلاد اسميها بلاد اسميها بلاد اسميها بلاد اسميها بلاد عليها رضوان من الله هبلة طبيعة طبيعة وتكنولوجيا وطيب وأخلاق وويود وناس طيبة يا حافظ عليهم وعلى ملتقاهم يا سلام سلم دوكم اللي متحم من عمره يوم أقولكم ها ما شيء مهرحين هيلة بيس الصبوير يا ربي منك يا إبراهيم شوفون انتو منه الأول انت غالي وحين زاد غلاك والسبب انك جبتينا هالمكان الفنان مشكورة وشكرا النور ترابل انه يابونا هالمكان الفنان اللي محد صار شرات هالمكان هالمكان ما ظني حد صار هالنمونة من اللي انا اعرفه كان حد ما عارفه شيء اخر ندوكم يا رجال ارحم عمرك ارحم عمرك يا رجال بس عليك اي ابقى اتري بسم الله الرحمن الرحيم يلا بي هذا الطريق اللي كنا نمشي فيها وهذا الدرج لو نحن نزلنا منها هذا الطريقة انك توصل لين عند ابراهيم يا ابراهيم السلام عليكم لبيت في شارك وسعيت في ميناء عفوا ليتك الا فهمت اللي قلته والله المكان ياخذ عقل سبحانك يا رب سبحانك يا رب اللهم لك الحمد مكان والله قمة يا الله يا رب لا تنسانا يا الله يا رب تغيثنا بالمطر الله يا ابوكم ينا قند الماء من زينة ورد الله يا ابوكم زلال 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 يا الله يا رب الجنة شيء جميل عالم سواح من كل البلاد ايوه هاي رياضة من هناك نجرب اصور عمري انا العرب كلها ياس تصور عمرها ها وانا ما اصور عمري انا ابدنا لا والله الا بصور عمري بصور عمري بصور عمري بلاني والله المكان غاوي فنان ما شي شراه يسوى نوم العيد كل هالعرب ابوي في هب العرب يعني من كل جنسيه سواح الله يا ابو كلوبا يلسى صور سنتين ما شبعت من هالمكان مكان يسوى ويستاهل يا رجال بس عليك ارحم عمرك بيضربك بصويرد بسم الله عليك الرحمن الرحيم ابراهيم بسك يا ابوي بس عليك بصويرد هذا شيء خلي الغزوز حمر والله هي شو التحرع يا لد الله يسلم يا لك تسلم سلام يا سلام يا سلام ما زينك يا ابراهيم في نص الساكوره رد شو على وراك ابراهيم حافظ على ابراهيم رد شو بعد هناك يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام هاي زي التقليدي مالهم هذا اني مسلمين هذا هاك ابوي نهر بكبره وهذا ابوي النهر الفرعي
اللي تدفق ابوي للثلوج هي في هذا وعقب يصب في هذاك. وها على ما تشوفون هذا ابوي السكورة تحت البيوت تحت البيوت تحت البيوت. يا سلام سلم اسمها عيشة اسمها عيشة اسمها عيشة. اللهم لك الحمد. يلا يا رجال بارك الله فيك. كم تصور عمرك؟ زيد تقليدي هزيد تقليدي مالهم. حليلهم الله مخيرهم هاللوادر ناس طيبين. آمنة أكثر الأسئلة أكثر الناس اللي تسأل شو أنسب الأوقات لزيارة اليابان؟ شو سوري بعد؟ امسى الله يخليك من عاده مرة حدا بالأفلام يقولك أكشنو؟ ما شي أكشن عندي. هي كل الفصول. لا بعدني زي ما سألتك أول بسأل عقب جاوبي. إنزين شوفي شو الحين اللي يسألون شو أنسب الأوقات لزيارة اليابان؟ هي اليابان تتميز كل فصل وفصلة. صيف حلوة ومرة حلوة وفيها سوومينج بول فيها المناطق السياحية مرة كويسة. في الشتاء في كمانها فصولها حاجة الأمطار حاجة الثلوج مرة البرد مرة كويس في اليابان. كمان في الربيع هو الساكورا هي تتميز بس في الساكورا هي تتميز حتى في الشتاء مناطق سياحية جلابة فيها سكي فيها الثلج في كل شيء. وكمان في شو اسمه في الخريف عندهم اوراق الخريف نيكو. هاي مكان اسمه نيكو مره مره بجنن كلها شلالات. هاي اكبر مدينه بتجلب السياح في الخريف زي كيوتو. شلالات يعني فيها كلها بس شلالات. وين مكانهن؟ في كيوتو. متى نيكو؟ نيكو سوري. متى موعدهن؟ في شهر الخريف بتكون أوراق بين الأصفر بين البني بين الأحمر مرة منظر حلو بيكون لونها مرة حلو. زين. والحين والربيع في اليابان هو يجتمع فيه الناس كمان في الساكورا بيكونوا على النهر جالسين مرة كمان كويس. نحن في وين الحين؟ احنا الحين في كيوتو هاي قريب من المحطة. هذا سوق هذا حنا فيه ولا هي قريب محطة. شو 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 هالساكورا قال بيضة بكبرها. أيوة هي ليش علشان هنا ابتداد الناس علشان هي كلها مطاعم يابانية قديمة. والله أيوة. زي خلينا ننزل هني الحين رايحين للفندق. زي بنتغدى هني يا بنت الحلا إن شاء الله. إن شاء الله. وانت ودت لنا الفندق. شارع كامل كله سكورة بيضة على اليمين واليسار طول الطريق منظر ياخذ العقل. سبحانك يا رب العالمين. يا زين بويتاتم ما زين عيشتم. شوف الشارع كامل خاطر يفتح الباب اصور هذا الباص ما اخاف ما تنفتح جامته. ما هي سامحوني بضبط عليكم التصوير لبس اتبرميكم المكان. هاي بني شو اسوي؟ ما أصور لكم الشيء اللي يعيبني. ما أصور للزين أنا يعيبني وبصور. ما بضروري أصور لكم أنا أكل أبو أكل 24 ساعة. آمنة شو باقي نحن ما شفناه في طوكيو؟ أي مدينة نحن ما جيناها؟ أول عندي كم مدينة سرنا نحن؟ سرنا طوكيو. إحنا طوكيو. أها. هوكايدو، سابورو، تويا، بعدين رحنا أوساكا، بعدين رحنا كيوتو. الحين في كيوتو. شو باقي؟ الحين حروح الفوجي بكرة وإن شاء الله بعدين ثلاث أيام الأخيرة طوكيو. إن شاء الله. شو الأماكن اللي ما جيناها؟ هيروشيما، أوكيناوا. هاي أوكيناوا أكثر شيء في الصيف مرة حلوة على البحر فيها كمان ألعاب البحرية. درجة الحرارة كم تكون؟ 20. حلو حلو. هيروشيما شو فيها؟ هيروشيما فيها القنبلة. قنبلة؟ قبل. وكمان فيها معابد مرة حلوة زي كيوتو. كم تبعد من طوكيو هيروشيما؟ من كيوتو من هاي
كيوتو. لا لا من ساعات. من طوكيو. من طوكيو 6 ساعات. من طوكيو 6 ساعات قدر السريع. قولي والله. ايوه هاي يعني بيصير هوريشيما يبات بالطيارة او بالقطار. القطار 6 ساعات. أيوه. القطار الطلقة. ايوه الطلقة من هنا 4 ساعات. ومن هو من طوكيو. من طوكيو 6 ساعات. كم 6 ساعات. كم كيلو؟ 2 6. احنا من كيوتو من طوكيو الى كيوتو ساعتين. انزين كيوتو الى هيروشيما 4 ساعات. نحن ما بس هيروشيما لو فرضنا ما نحن ما نفترض يا بنتي، نحن نفترض اللي بي طوكيو قال بسير هيروشيما، كيف يصير؟ بالقطار او بالطلق. بالقطار او شو؟ قولي عادة قولي ضرورة. اي انسان بيركب في السيارة شيء عنده قريطيسات ولا شيات شيء زايد قاصر يحط ابوي في قرطاس نايلون، فلذلك اي شيء تقول انت نازل من سياره ولا شيات ولا نازل من 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 تاكسي ولا ظاهر من فندق تخلي كشرك طايح تحمل. اهم شيء عندهم في هالبلاد انك انت تشيل كشرك، ما تخلي تقول نازل هذا تاكسي ما بيعرفني. لا ترى يعرفون كل شيء، وعندهم اكبر عيب انك انت تخلي كشرك طايح في الارض حتى لو في فندق ما تخلي شيء مفرر، كل شيء توثجي مكانه. غير عن كل بلاد هذا ينحسب في قاموس بلادك وقاموس سمعتك وينحط اسمك من ضمن الاسامي الناس القذرين. ونحن ما نرضى اي انسان يظهر من الامارات يتسجل عن قذر. نحن فنانين ورقم واحد وبنتم دب الحياه رقم واحد. مشكوره يا امنه مشكور. هذا فندقنا اللي الحين بنسكن فيه اسمه لا تسالوني. من المفروض ينسأل راعي الشركة. هذا ابو فندقنا علم خبرة أول تاليه فندق 5 ستار. هناك ما يندرى بس يعاد من داخل. بعدنا ما وصلنا الغرف لكن بلاد من كبرة بلاد 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 ما ينقص أوله من آخره. جبتني فكرة الدري اللي تصورتكم اياها. خير 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 خير. اشهد ان لا اله الا الله. لا ابوكم من طوله. ابوي مدير الفندق جاي يسلم. هلو. هاي. هاي. نايس تو ميت يو. ماي نيم از خالد الخالدي. نايس تو ميت يو. ثانك يو. انتو ابراهيم في في الله يسلمك. شو اسمه؟ امنه؟ في اي دور؟ 15. هما؟ 12. وانا؟ 15. وهما؟ جاوبي جاوبي. في اي دور؟ جاوبي. وانا؟ بسرعة. حلفي. والله انت حتسوي فيه مشكلة. هذا هو. رابط جسر يربط بين هذا وهذا. خالد استاذ خالد بابا انا ما عاد في مرنه. الله يخليك. من عندي السكر. يلا. هذه شنيطتي وهذه حجيرتي. شنيطتي وحجيرتي وهذا قسمي. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المكان اللي انا بشوف من اشوف الماكينه انها من جود كواليتي واشوف علبه ال الاسبريسو من هالنوع اعرف ما يحتاج اصد منك. ولان المكان ابوي يشرح الخاطر. المكان يشرح الخاطر ما يختلف في ذلك اثنان. ما يختلف في ذلك اثنان ولا اي بال رمسه ولا حديث ولا ترضي في كلام ابدا. المكان روعه. لكن شو سر الشبريتين بنفر نص؟ انا ما ادري بهن. شو السر انا ما ادري. وهذا ابوي وايج على الشو عاده. كل ابوي جميم البنايات. هذا الشو عاده ما ادري به
كان مال سيرك ولا شيء قاعده ولا سينما ولا برج مال تلفزيون. ها سيادة صلاح حاطين؟ قولي والله حافظ عليهم. ما بصور شباك يلا عاد شو هذا زي خوز عاد انت حب كبرك داخل الحمام وين بتاخذ مجال ابوي في الحمام. هذا ابوي حمامهم ودنياهم علمهم خبرهم رقم واحد ابوي هذا الوي فندق ولايتي رقم واحد. هذا اقول لك اللي تغير الحين في اليابان وين ما تصير سيادة الصلاة في كل فنادقها اغلب الفنادق يسموها صديقة المسلم. هذا تدير صندوق وصندوق الفلس شو اللي بابا تنين. هلا يا ابوي مناسة سعيدة الحمد لله كعازك على جدي جدي كده أخي نعجل بس قال جدي قال بس كلام بس حمد خي سيدة حمد الحمد لله قيو أخي حمد العبالة والك والك الكذكرة للدب الحمد لله اثنين الدب الحمد لله والك هذا سبعي قادي الرسول عند الرسول؟ ليش تشاور الدريم؟ انت الارباب بس خلاص اللي له لازم واللي ما له لازم ايش رايك انت صلاة؟ شايلتي الصوجة عيب رجال ما يستحى السقعة محمد خالد انك بيزات وايد كلنا نقبع عشر ما نجسم صحة الحين 100% بكرة تصير مستشفى شباتي ليش طبيعي شو رايك نهرب الخيمة يا مرحب يا مرحب الله يرحمك على فضله سيد شباتي بقي يسلم عليك الله يحفظكم الله يحفظكم زين رقم واحد مصبوغ جود قال بس عليك عليك انت قولوا نايتي سويت لك صلاح صلاح هذا الله يحفظكم في الدغنة اللي نحسابني فيه ما يندرى بكم من دور أنا روحي في الدور 15 الفندق عبارة عن مبنى هذا ويربط بينهم هالدار اللي تشوفونه ها السقف قصدي وها وهالمبنى هذا 15 دور وهذا 15 دور من أكبر متاجر المولات اللي موجودة في المنطقة هذه اللي نحن فيها البلاد هذه أكبر متجر البيع بالبيع الأشياء عند مول يعني مول عبارة عن 15 دور فوق الأرض وتحت الأرض 5 أدوار كلهن 20 دور اللي فوق واللي تحت ما أدري عاد شو مستوى ما مستوى لكن ظهرنا خمس نجومنا يعني من أحسن المولات يبين عليه يعني مدام لاصل في هالفندق الفنان أكيد إنه من أحسن المولات بلاد هاي على الله يحفظكم مديرة الفندق أو مديرة تبع التسويق فهي عازمتنا وتيري سويانا بتعرفكم بعمرها Assalamu alaikum, this is Shiho Ikeuchi. I'm a director of overseas marketing here in Hotel Grandia, Kyoto, Japan. We've been trying to cater to the Muslim travelers from all over the world. And here at the restaurant, we have certified halal menus and also huge selection of the buffet, mm-hmm. which he's having right now. Hey, والله. بعد شو بصوره. So, any time of the year, Kyoto is a great city. So please come visit us at the Hotel Grandia Kyoto. And we are attached to the huge complex building, which include one of the biggest department store and two underground shopping malls, over hundreds of restaurants in the same building. So please come. Thank
Thank you. Okay. So Hotel Grand Via Kyoto features 537 luxury restaurants, including 19 suites and junior suites. We also have 12 restaurants and bar lounge, and one of the biggest banquet space. So we have full service luxury hotel in Kyoto. And the building itself is located right above the Kyoto Station building, which is including one of the biggest department stores, two underground shopping malls, and many shops and over 100 restaurants in the same building. So you don't even have to go out during the day, and you can fully explore yourself starting from here. And I'm also planning to go visit Dubai. This is my 6 years to exhibit Arabian travel market, and starts April 22nd this year. So if you are in town, please come visit our Japan booth, and I'll see you there. Sure. اختصار اكلهم قمه وروعه، كل شيء زين وكله قوي، اكلهم اسيوي شرق اوسطي، وكل شيء يخطر في بالكم موجود عندهم، كل شيء يخطر في البال، السلطات بانواعها. الحمد عيل لكن ما بولدن، لا بعد ثالث بعد نوم ون مور طقيه شو بعد انت؟ لا لازم ثلاث بيعيبك يذوب في اللثم. ولا ريال منك سلطه، هاي سدها سلطه، ما سدها سلطه. لا يلا ثانك يو. يلا بتفرهم جارليك صوص. يس. يا سلام يا سلام يا سلام. احد اكلات الاسيويه جابان. طبيعي عاد هنا عشقي السوشي. No, it's okay. I told them about time I like the sushi. Thank you. هاي عاد سلطاتكم. يعني أنا بيني وبينكم قيلت في هاي كان. أكلها طحالب بحرية. قيلت في مزار لقل أخذت لي. رغم أن سلطاتهم وكل شيء. كلها سلطات على ما تشوفون، كلها سلطات غير هاك اللي حطها في الصبح كويسات صغار. ثانك يو، ات واز فيري جود، ثانك يو فور ذا دريسنج. هي عاد نقت لي الصوص، احب الصوص وي اللي يحطون هذا مال الشبع. شوف هذا 1 2 3 4 هذا ما يتشاهد، ما يصلنا نحن اللي فيهم الشغل هذاكي حرام. وهاي كانت قبل شوية نزار طاسة عومة، هاي منشوسة على طول الصبح، فنان رقم واحد مقلع. وهذا علي قدام والدنيا كلها تندال ابوي وراك وين ما تصير. اخذت لي 3 حبات، وهذا بعد من غير زهرة، وهذاك ما ادري شو منه. شو بقول لكم، شيء يعرف وشيء ما يعرف للعالم. ها المكان مزور بين عينه، نحن حاطينك البسم هذا مال ضيوف ومال خصوصيين. نحن الله يحفظكم سائرين يروون السويت مالهم. وات وات كايند اوف سويت ذس وان؟ جرامبيا سويت ذا بيجست سويت. هاو ماني رومز يو هاف هير؟ اول توجذر 537. انا يلا طوفوا ابراهيم. الغلام انا اقول لك تفك عبرها من هاك الغلام، وان يبوزها صلاح بعيد اخيار. والله مسلمه وخايفه من الله ورعت علم وخبر وبيت صلاح يباله بدره. الجرامبيا سويت، هذا الجرامبيا سويت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سويت اسمي مركز خيل. زين ابوي ما يبالك كلام، زين ما يبالك كلام، ما يبالك كلام مره. لا يختلف في ذلك اثنين اللي انا وقع عليهم، واحد البارحي اللي في تويا، وهذا رقم 2، والثالث الامبري اللي كنا ساكنين فيه في طوكيو. هاي الثلاثه
ثلاثة ما عليهم غبار أبدا أبدا ما عليهم غبار ما عليهم غبار. يا سلام سلم. هاي غرفت. This is the bathroom. This is jacuzzi. بغيت تتكود. جاكوزي حمام نقير. هذا جاكوزي. وهذا مسبح شرات مال شو اسمه؟ هاكي مال الحمام التركي. هذا شوف من تدخل ويحس بالبني ادم روحه فجأة. شفتوا بالله عليكم؟ لا من تجلس روحي غسل روحي صب وهذا دور مداري غدا دافي وشو بقول لكم اموت. حتى اللي ما فيها يجي تستوي غصب عنه. اي والله. يمين الفود وهاي الحين غرفة النوم. ملابس أبو البادي كوفية ودنياها هاي غرفة النوم. لا 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 مستحيل شيء أبوية بالعظمة يقولون على شيء تول. هذا أبوية هو تول. هذا أبوية تول اللي يضربونه. كل تول كل تول كل أبوي ها كل رخام كل هالدنيا رخام. هركبوا على الصالون مرة ثانية باب من غير ها يشوفون هذا. أبدأ ما في الحاضر مدح ما يبال صدقة ولا يبال ديانة. وهالورد أبوي حد ساكن ولا ما حد ساكن كل يوم يغيرونه. هذا أبوي المطعم وهذا مطبخ صغير تحضيري من غير. وهذا بعد مطيبخ صغير وما غير. مطيبخ مطيبخ مثل يريد شايف أنه بلاد من كبرة بلاد بلاد. How many meter square 170 متر. طيب السراطوين والدنيا كلها رخام وكل شيء. بقول لكم كل زين وكل غاوي. ياركم الله ياركم الله ويار الله بلادكم ما زينها. سوري This is handmade by Japanese rice paper made by over 80 years old lady Japanese lady from Kyoto. Yeah. This one old 80 years. No, the artist who made it, she's over 80. Over 80? Yeah. She's still alive? MashaAllah. What is looking here? We are looking at city, the Kyoto Tower. My bayon. We can't open this window? What? Kyoto this Tower. Kyoto Tower. People go until up? Right. What is there? It's observation deck. Is it just for... It's just, yeah. The observation deck up there and the restaurant on the bottom where the green lights are. What kind of restaurant? It's like Western. And they have some Chinese restaurant. يا ربي بموت وعرف شو Western. كم مرة الناس يقولوا لي Western ولا عرف شيء وقولهم هي مغير ما عرف. So Kyoto is very flat. We don't have tall building. The city has strict height restrictions. So this is one of the tallest building in our hotel. Aywa. We cannot build. Thank you very much. Thank you. You have one of the very good hotels. How many percentage you are full today? Today 98. This is the top season. Thank you. Ya Ibrahim. Yalla barakallah feek. The every year every year end of March to first
two weeks of April is top season in Kyoto. Everyone come to here. Why? What's the reason? The cherry blossoms. It's a spring top season. Aywa. It's one of the best place to see cherry blossom. Subhanallah. Which place the good one we have to go to? You going tonight? Kodaiji Temple. They have a beautiful Japanese garden. Uh-huh. And you can walk through. You feel like you time trip to the ancient days. الفندق سائر سيارتنا نحرخصناها وحين سائر بتوصلنا لين التاكسي وهي مديرة هالفندق بكبرة بزمة وعرة نزلت من هالمكان العود هالصرح العظيم لجل توصلنا نركب التاكسي. شوفوا كمية الأدب والاحترام والتقدير اللي عند الشعب الياباني. ناس محترمين بطريقة ما تتخيلونها. يا حافظ عليكم يا حافظ عليكم على تربيتكم. شنو يتسحبوا إيه ها كاسيهم ها على ما تشوفون شيء نظيف. تبي تاكسي they are taking thank you madam thank you very much thank you for everything thank you thank you thank you إن شاء الله. هذا الله يحفظكم معبد كوتاجي وهذا ابوي التمثال مال بوذا. ومعبد كوتاجي ابوي ما طيب زيارته الا نص الليل. وشوفوا منظر السكورة كيف غادي مسوي الاضاءة من تحت فغادي منظر السكورة ياخذ العقل مع الاضاءة. والمكان يعلى الله يبارك فيكم يطل على مدينة كيوتو ومنظر جميل ياخذ العقل. طعشير شيرت الكورة كيف غادي منظرها سبحانك يا رب. والإطلالة بكبرها على مدينة كيوتو انت ما تشوفون. هذاك وين نحن ساكنين قرب البرج هذاك نسيت يسمونه كان هذاك المكان نحن ساكنين فيه. تشوف منظر السكورة جميل ياخذ العقل سبحانك يا رب. هذا المدخل مال المعبد هذا مدخل المعبد تمام. هذا المعبد مالهم وهذه الممرات. شو بقولكم مسوي لي اضاءه وشيء جميل يعني المعبد بكبره. هذا ما مر عاد هذا حيلة في نص المعبد من تحت يظهرك على شو تحت ما يندرابهم العلم عند الله. لكن أبوي نحن شفنا العرب تمشي مشينا وياهم شي بطريقة منحدرة ما تشوفون كل ورود وزهار ودنيا مخيب. والله اني بغيت اتكود الدريل الباب الدريل اللي توني جايين منه يظهر كبوي ترى عدة معابد كل معبد ابوي عدال الثاني من باب لين باب. عاد شو مكتوب لي عرف منكم خبرني. بيكون مطاعم اظني مطاعم بيكون ولا شو هذا مطاعم ابراهيم قربلات أمينة ما طاعت تذكر بس في رقاد عيست من الغداء وياكم. شو هاي السكورة اللي توني صورتها هذه توينها كلها بويها الخنيخيشات كلها معابد. شو يسوي هذا هي تعبد بودا هاي بوابة
جميل. تمسحون تفرشون راسه يمسحون ينوبها. والله عليكم أشجار غريبة عجيبة. ها كبر البيت من كبرها. وردها حمر على فكرة. عندهم كل شهرين ثلاثة نوع من أنواع الأشجار يزهروا بلون معين، لكن أكثر شيء اللي هو السكورة، هاللون الوردي والأبيض. الوردي عاد هو 90%، الأبيض شيء قليل، فلذلك شيء عندهم أشجار كل موسم يزهر لون. وشيء عندهم مش خبرتنا عن شيرة ريحته شرات المسج. متى تظهر ريحته هذه؟ ما أدري أي شهر والله عدت علينا بساعة. شهر عشرة تظهر شيرة ريحته شرات ريحة المسج وردته. تعطعط الدنيا كلها. أنسب وقت الواحد يشم فيها ريحة الزهرة هذه للمسج الصبح والمساء، الصبح والمغرب. أبوي الدنيا ثرها كلها معابد. ها شو هاي؟ يمكن علو بنايه 10 أدوار فوق هناك. أبوي ثرى طرف أبوي بال نهار وطرف يبال ليل اللي بيجي يشوفه. كلها أبوي الدنيا معابد، كلها معابد، وكل معبد أبوي ما أدري كم 100 سنة. هنا أبوي ما شو استوى إمبراطوريين. ها قوم هولاك وما هولاك، وظني هاي بلادهم. إبراهيم صدق والله قوم جنكيز خان وما جنكيز خان. ها تتار هظني. شو اسم الأول يلعب ها كاراتيه؟ لا يلعب كاراتيه مشهور كل حد يعرفه. شو اسمه؟ حد منكم اللي يلعب كاراتيه أشهر واحد شي سلسلة وبني عصاب كلهم سياح من جميع أنحاء العالم جايين يزورون يطمشون. ترى فرجة تتفرج تشوف أبويا الناس كيف عايشين وكيف معتقداتهم هاي حصامات يوم كتب. يوم ما خليت في خاطري ويت أبويا طالع شو ياس تفرك بيديها. ترى ياس تفرك أبويا راس البودة تفرك أبوي بيديها على راسه وتمسح على ينبها. تفرج على راسه بيدياته وتمسح على ينبها. ما تعاد شو بيعطيها ما يدري شيء. يعني معتقد عندهم هذا اللي هنمونه له شيء معين. هاي الكتبة عاد هذا اسمه وعلمه واخباره وين ياه وكم عمره. بوابة حضرنا منها القطنة هي تبيع تذاكر. وهذا ما أدري شو شاورناها ترى أبوي دخول بيزات اللي ما حطوا الدخول 500 نفر. 500 يمكن 5 دراهم مالنا، 500 ين. وأول ما تدخل يجيك هالباب ما يندرى شو داخل. هل هي حدائق ورود؟ الله أعلم. كان الظاهر إنها حدائق ورود. والحدائق هاي كلها أبوي ما تنزار له الليل. سويها إضاءة وعلى هالأساس الناس تزورها. شكلها جميل وفنان. على هالأساس العالم التي نحن والله ما ندري. مكان جميل يعني جميل. اسمها البلاد لزينة. ضروري بوي لبي يجي هالأماكن. مكان جميل والله مرتب وفنان وغاوي. كان بتي بوي لازم بوي تعق جوتيك وتلبس وتشل قرطاسة وتحط في القرطاسة بوي جوتيك كان تبى تدخل. وما يعزلك بوي شورهم رد وين ما يجي. شيف عقيت انت وحالك؟ طبعا طبعا تونا عقينا جواتينا وحطيناها بقراطيس ومشينا هالطريق هذا. هذا على ما تشوفون يوم دخلتوا لانه ما شاء الله على ابوه هذو. ابراهيم السلام عليك كيف حالك؟ بسم الله الحمد لله الغالي. حالك؟ شو عاد الطقوس هي؟ هذا أبوي شو قايل؟ شو قايل لي المهم عبادة البودة بيكون قحوف بعد. القحوف جايات لين هي لحداتنا.
شيء وايد هناك عوادم مكثرهم طرف هذاك. شيء مقير أكيد الهم معاني بالنسبة لهم نحن ما نعرفها. ترك اللي ما يعنيك فائدة هناك تبلا ملكا عندوكم هناك ما تبي يسوي حجيرات صغار صغار كل حجرة فيها واحد من هالصور من التماثيل أو واحد من هالصور يعني ما قلعت شو توحي لي شيء كريسيات وهناك يحلى وهناك إبرام يعني ما أدري تمثال مقير وحاطين عليه كف يعني قطع صيب ونصيب اللي بيدقه يا ويل شوف البامبو في كل شيء يستغلونها يينا ورقتنا عرب حد واجه وحد يالس كل شاب رغبة تبين رغبة وياهم جينا عيونهم على هالمنظر اللي تشوفونه شارات المسرح هذا المكان اللي شانوط هذا المسرح اللي احنا ياسين عليه عبارة وهذا اللي تشوفونه منظر جميل والله كان تبون الصدق كل شجر ما شيء فيه ورق كل ورد زهر هاي الصغيرونة على ما تشوفون بس هاي طرفانية فيها وريقات شوية اللي الباجي كلها هاك اللي تشوفون كل ورد هذا ورد أبيض صغار صغار الرحمن الرحيم اذكر الله اذكر الله يا رب كم هذا اللي تشوفونه ها وخني خيشات لين تصير وتضحك ما عند بعد مكان لين تصير شو بقولكم هاي المعابد مالتهم وظلينا الدرب هي هاي ثانك يو ظلينا الدرب وهي فقيله وصلتنا ولا ها ترى كنا ياسين عند المخرج هني ها تعقب ويا القرطاس وتلبس جويتيك هذا منه وبتظهر برا كل ابوي سكوره سوي لي إضاءة ساف لي السكورة اللي فوق اللي أول السكورة اللي فوق اللي أول ما جيت صورت لكم إياه فوق طعوه ويبي يضيع عياله وهذا تحت هناك السليطي فوق أبوي حين هناك في جبد السماء وحين بنسير له أبوي نحن فوق بنشيل السليطي ونصير من عالي بننزل مرة ثانية الحين هو ما طاع ينزل حسب الادريات لا لا ما بننزل مني لا بالطرف الثاني هيك انت قاعد انقلت لا حيلة ها السلام عليكم ها شو هالرقاد وين رقاد انا من هناك يا الشل وين يا الشل الله يلا يلا سبحانك يا رب الله يبوك ما ودك توجه الكاميرا أدري إن حشرتكم التصوير لكن شو أسوي لا لا ما بيطيح أنا أبوه مرة عاد هو والله أنا أبوه لا اسم الله شيء جميل والله يا رك الله يا رك الله يا ابو احمد يا رك الله مغيرك مغيرك مغيرك
الله يا ابوكم الازهار عندهم اشكال والوا ارناق واشكال والوان واشياء سبحان رب خالقها. وريحه خنينه البطوع ولا السليطي فقير وين يروم ينزل من على هالدريات كلها. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك على الله يواليك العافيه. تصوير انكثف ها تو عاده يفتح ابعدها مفصل اللي فوق هذاك تتفتح عاد عقب اسبوع او ثلاثة ايام او اربعة ايام هايشها كلها مفتحة. هاي تشوفون الابيض كله مفتح هاي اللي فوق هاي ها شوفوا اللي تحت ابعد علي ثلاثة ايام اربعة ايام شو بيغدي يغني لي سبحانك يا رب ما اعظم شانك. شي رأيبتني ها شوفوا الاشكال شوفوا سبحان رب العالمين يا ركب ها ها لا تسكر الباب روح يسكرونه بس خلاص خلاص فوز عنا. هذا ابو مساعد اللي راح اشركم عليه البج ما ادري شو تاور اسمه مكتوب عليه اعطني شيء تاور. وهذا اللي قلت لكم انا ابوي مجمع الاسواق كيوتو تاور قال كيوتو تاور زين فندقنا وين؟ هذا قادوفه شو ما زين اللي فندقنا يا حافظ يا حبيب لك يا من دغري 15 دور ها بلاد من كبرة اللوبي مال ابوي في الميزانية كلها سلالم كهربائية ترجمك لين فوق